احتفأ العالم الأيام الماضية بنجاح مهمة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بهبوط أول طائرة مروحية من دون طيار من مطار صغير على سطح الكوكب الأحمر. لكن في العالم العربي كان في احتفاء من نوع آخر بأبنائهم اللي رفعوا أسماء بلدانهم عاليا بسبب مشاركتهم الرئيسية في هذه المهمة، واللي كان من بينهم المهندس لؤي محمد حسان البسيوني. حبينا نستضيفه النهاردة ونتعرف من خلاله على دوره وعلى المهمة بشكل أكبر. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتعرف على المهمة وعلى أهميتها العلمية في تقرير التالي. ينضم إلينا من لوس أنجلوس المهندس لؤي البسيوني المشارك في مهمة بيرسيفيرنس. لؤي مساء الخير وأهلا بك، طبعا أولا سعداء بوجودك معنا. كلمنا أولا عن دورك وعن مهمتك في المركبة، في عمل وفي تشغيل المركبة بيرسيفيرنس. أهلا وسهلا فيك، أنا لؤي البسيوني من مهندس كهرباء يعني إلكترونيكس باور إلكترونيكس. اشتغلت على مشروع المروحية الانجينويتي، كنت مسؤول الالكتريكال انجينير ليد والباور الكترونيك ليد يعني مسؤول الهندسة الكهربائية، وقمنا بتصميم المروحية جسد المروحية والروترز يعني اللي بتلف المروحية. ومن هنا يعني صممت يعني كنت جزء من الفريق اللي صمم، كنت يعني المحرك وفي المحركات الإضافية اللي بتحرك اللي بتساعد على الاتجاه وكل واللوحات الإلكترونية اللي بتتحكم بالماتور، أنا برضه هاي صممتها شخصيا. وكل الأسلاك اللي بتتوصل لحد الكمبيوتر وساعات اللوغاريتميات تاع التحكم في المحرك. جميل. لؤي، أنت من إمتى بتشتغل في مجال الفضاء؟ وهل في أي فرق بين كونك عربي بتشترك في مهمات فضاء عالمية وبين الجنسيات الأخرى؟ لا، هو انا يعني بشتغل يعني بالفضاء من سنه 2012، يعني انا خبير بالالكترونيات الطاقه. طبعا يعني هي نفس المجال من قبل، بس في اختلاف بسيط انه تصاممي للفضاء انه طبعا الطبيعه بتختلف. من كان ناحيه كوني انا عربي، يعني صراحه ما في فرق بين العربي واي اجنبي ثاني، يعني ما بحس بكثير من التفرقة بهذا من هذه الناحية. يعني الشركة اللي كنت أشتغل فيها يعني مديري كان إيراني ورئيس الشركة أفغاني، فطبعا يعني حتى يعني مسلمين من دول أخرى ما بتفرق. يعني أنت شايف إنه المكون العربي في مهمات الفضاء العالمية وحتى في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وغيرها أصبح وجوده أساسي وأصبح شيء يعني بالفعل موجود، مش مجرد ظاهرة؟ طبعا هو يعني علم الفضاء يعني علم يعني لا يمكن يعني الاستغناء عنه، لانه طبعا احنا كل شيء من الاقمار الصناعيه حتى وصول الكواكب، يعني اشياء تفيد يعني تفيد البشريه وكوننا على كوكب الارض، لانه حيساعدنا في المستقبل. يعني الاشياء اللي بنوجهها لما نعمل تصميمات للفضاء
بترجع لتحسين التكنولوجيا عندنا في كوكب الأرض. فطبعا هذا حيساعد يعني حتى وجود العرب يعني والأشياء اللي عملتها مثلا الإمارات يعني أشياء طبعا حتساعد على تقدم العلم وتقدم الأبحاث يعني في الوطن العربي. جميل، كلمنا عن بيرسيفرنس، بالنسبة لك عالم فضاء شايف إيه أبرز أهمية، أبرز منتج أو قيمة هتقدمها لنا، هتقدمها للبشر عن كوكب المريخ؟ هي من ناحية حتساعد في الاكتشافات، يعني بتعمل كتجمع كثير من العينات اللي موجودة، وهذه العينات يعني في المستقبل حيكون في إمكانية محاولة في إمكانية استرجاعها حتى نستطيع نعمل فحوصات إضافية. بتعرف في الإمكانيات الفحوصات على البروسيفيرن يعني محدودة. وفي برضه في الجهاز ماكسي اللي هو بيعمل تصنيع الأكسجين، فهذا الأكسجين حيساعد على مثلا على كيفية صنع المادة الوقود تبع الصوخ اللي يرجعها. بس هي أهم حاجة إنه مثلا الأشياء اللي حنتعلمها على كوكب المريخ إنه حتساعدنا مثلا في تعلم على التغيير المناخي اللي حصل في المريخ وكيف كيف هذا علاقته بالكوكب الأرض. يعني وطبعا إنه في إمكانيات تجمع المعلومات تساعدنا في يعني علوم الفيزياء والرياضيات والأشياء هذه، وعلوم حتى دراسة مثلا الطيران، يعني كيفية الطيران في المريخ يعادل تقريبا طيران على في الارض على ارتفاعات عاليه جدا يعني. فهذا برضه حيساعدنا في الاتجاه هذا. جميل. لؤي خليك معانا، احنا الحقيقه سالنا الناس على صفحتنا على تويتر، في ظل جهود اكتشاف كوكب المريخ هل بدا العلماء في البحث عن بديل لكوكب الارض؟ أجاب بنعم 39%، وأجاب بلا 36%، وأجاب بلا أدري 24.5%. دي كانت النتائج، ويمكن انا ده مرتبط لؤي بسؤال انا كنت هساله لك عن انت كعالم، يعني ده راي الناس، الناس شايفه النسبه الاكبر كانت 39% شايفين انه المريخ قد يكون بالفعل بديل لكوكب الارض. ماذا عن رايك انت كعالم وكباحث ومتخصص في علوم الفضاء، هل فعلا اقتربنا من الحياه على المريخ؟ هل هي فقط مساله وقت؟ والله هي الحياة على المريخ يعني تصور انت لو واحد عايز يعيش بالصحراء يعني، فمش انا مش شايف الناس عايشين في الصحراء في الارض. فهي طبعا الظروف تختلف كثيرا، يعني حيكون في عندك الظروف الجوية يعني صعبة جدا، يعني تتعيش في مناخ المريخ يعني لا يوجد الاكسجين، فطبعا التنفس حيكون صعب جدا يعني. وبرضه في الشيء الثاني انه في غلاف جوي عندنا موجود في الكرة الارضية اللي بيحمينا من كل الاشعاعات الفضائية، فهذه ففي المريخ انعدامه طبعا حيكون في خطوره على البشر من هذه الناحيه. فلما يعيشوا حتى في حاله عاشوا البشر على كوكب المريخ حيعيشوا بكون يعني في داخل يعني زي يعني اشياء تحميهم من الاشعاعات وتحميهم من هذا، يعني ما حيعيشوا بحريه بطريقه وحيستطيعوا انه يزرعوا ويعيشوا حياتهم يعني كما نعيش في كوكب الارض، يعني حتكون مجرد شيء مصغر. وطبعا يعني هي يعني ذهاب البشر مجرد للابحاث او انه بس نستطيع ان نقول ان ذهبنا الى كوكب المريخ. طيب خليني اقول لك، واكيد انت بتتابع ايلون ماسك صاحب شركه سبيس اكس للفضاء، كان له تصريح من حوالي يومين قال فيها انه الذهاب للمريخ هيكلفنا ضحايا من البشر لكن هو امر ضروري. اشرح لنا اكتر ايه هي المخاطر اللي بيحملها الذهاب واستكشاف الكوكب المريخ؟ اللي هو يعني اول شيء يعني الخروج من كوكب الارض، لانه في لما تخرجي من الغلاف الجوي في يعني في هناك بسموه من احنا في احزمه من الاشعه يعني هي يعني شبه اشعه تقريبا نوويه واشياء مثل هذه. فهذه من ناحيه ان احنا ما بنعرف خطورتها يعني في فتره انه سفر لمده طويله في خارج كوكب الارض الى ان نصل كوكب المريخ، فهذه من ناحيه. الناحية الأخرى يعني بحال فشل يعني فشل الرحلة، وطبعا هذا حيؤدي إلى ضحايا. ولما يوصلوا المريخ يعني ما بنعرف التأثيرات الجوية والغلافية كيف حتأثر طبيعة هذول البشر. فطبعا في حال ذهابهم إلى كوكب المريخ يعني هذول حيكونوا ضحايا، لأنه ما لهم إمكانية حتى الآن ما في تكنولوجيا تقدر ترجعهم، يعني حيكونوا رحلة يعني one way ticket يعني. وبما أننا بنتكلم عن الأشخاص اللي بيذهبوا إلى المريخ أو ممكن يذهبوا إلى المريخ، البشر يمكن وصلوا للقمر والفضاء لكن المريخ الوصول إليه ليس بالأمر السهل. من هم أعضاء نادي الكوكب الأحمر؟ خلونا نعرف.
في رحلتنا للمريخ لؤي، وحتى ما بعد المريخ، ايه الخطوة المقبلة في علوم الفضاء وعمليات الفضاء وبشكل عام، وتطور علوم الفضاء هيروح بينا لفين؟ والله هي يعني في البحث على كوكب المريخ حيساعدنا يعني على اشياء كثيره. فطبعا فيما بعد المريخ يعني في الوقت الحالي هناك برنامج الى ارسال زي كليبر يعني شبيهه على المروحيه الى قمر تايتن. فطبعا في كثير اشياء تبعثوا لك، يعني مسبار بعثوا لك مجرد يخرج الى الغلاف يعني خارج الكواكب الشمسية. فهذه كلها معلومات حتساعدنا في المستقبل على يعني معرفة يعني مستقبل الأرض، وفي نفس الوقت اكتشاف هل هناك كوكب آخر شبيه لكوكب الأرض. أنا بشكر وجودك معنا جزيلا المهندس لؤي البسيوني عالم الفضاء في عملية Perseverance لاستكشاف المريخ. شكرا على وجودك معنا من لوس أنجلوس. شكرا لكم.